مسألة الخلافة بالذات دون الدخول في نقاشات يحكمها الآتي: لا يوجد نص قرآني يتحدث عن الخلافة. 2. لا يوجد حديث نبوي صحيح يتحدث عن الخلافة. 3. لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استخلف أحدا أو أوصى بأن يكون خليفة له. واحد يقول لي فلان قال وفلان قال وفلان عاد، هذه كلها كتب مضروبة. إنما الأدلة الدامغة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف: 1. اجتماع الأنصار يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة، ليختاروا واحدا منهم لولاية الأمور. الأنصار دول هم اللي شالوا الإسلام، هم اللي احتضنوا المهاجرين واحتضنوا الإسلام في المدينة، وما كان لهم أن يجترئوا على أن يرشحوا أحدا منهم أو من غيرهم لخلافة الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان قد استخلف أحدا أو أوصى بالخلافة لأحد. أدي حجة رقم 1. الحجة رقم 2 أن عمر بن الخطاب لما خد أبا عبيدة بن الجراح واتجه إلى السقيفة، قال أبو عمر لأبي عبيدة: أمدد يدك أبايعك. وما كان لعمر وهو من هو أن يقول أو أن يقول لأبي عبيدة: أمدد يدك أبايعك، لو كان الرسول قد استخلف أحد. فكان الأولى أن يقول عمر: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استخلف فلان. ولو كان الرسول قد استخلف أحدا لما كان رد أبي عبيدة على عمر، قال له: ما رأيت لك فهاتا قبلها قط، أتبايعني وفينا ثانية اثنين إذ هما في الغار؟ ما قالوش من استخلفه الرسول، لا، بيتكلم على مكانة أبي بكر. الحجة الخامسة أو الرابعة ما بعده بقى أنت، لما جه أبو بكر وواجه ما قالش إن الرسول عليه الصلاة والسلام استخلفني، بل قال: أمامكم أحد الرجلين عمر وأبو عبيدة، فبايعوا من تشاءوا منهما. بعد ما خطبة طويلة، ولو كان هناك استخلاف لأحد لكان أولى بالصديق وأميز ما فيه الاقتداء، كان دقيقا جدا في الاقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كانش قال اتخذوا أحد الرجلين عمر أم أبي عبيدة، ويبقى مؤدى هذا أن الأدلة كلها قد اجتمعت على أن الخلافة ليست أصلا من أصول الإسلام ولا من أصول الحكم في الإسلام، وأن المسلمون وسع الله عليهم بأن فرض القرآن مبادئ للحكم في 11 آية يصح بها كل حكم، بل ويصح بها رعاية الأمور في أي مجتمع، وترك لنا أن نختار النظام الذي يوافق ظروف الزمان والمكان.